الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. محكمة الاحتلال الإسرائيلي في الناصرة تؤجل محاكمة أسرى نفق الحرية حتى تاريخ 24 من أكتوبر الجاري، وأفادت شؤون الأسرى أن نيابة الاحتلال قدمت لائحة اتهام بحق الأسرى الستة المعاد اعتقالهم وخمسة أسرى آخرين بعد تحقيق استمر لأكثر من 20 يوماً. الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تقرر البدء بخطوات تصعيدية بسبب انتهاكات ممنهجة ترتكبها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المضربين عن الطعام، ومن أجل حل قضية أسرى الجهاد الإسلامي الذين يخضعون لعزل وتحقيقات وتعذيب على خلفية عملية الفرار من سجن جلبول. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 12 حالة وفاة و872 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال 24 ساعة الماضية. صحيفة هارتس الإسرائيلية تؤكد ارتفاع معدل الجرائم التي يرتكبها مستوطنون يهود بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية منذ عام 2019، حيث أظهرت بيانات عسكرية إسرائيلية رسمية أنه في عام 2019 ارتكب مستوطنون يهود 363 جريمة قومية ضد فلسطينيين في الضفة. شركة جوجل تعلن عن تصميم جديد لأدوات البحث الخاصة بها، مما يجعلها أكثر وضوحاً في إضافة معلومات سياقية حول نتائجها، وسيجلب هذا التغيير المزيد من المعلومات السياقية التي سيتم طرحها على مدار الأشهر المقبلة مع قسم أشياء يجب معرفتها، ويتضمن أبعاداً مختلفة يبحث عنها الأشخاص عادة. نهاية الموجز، في أمان الله.